لو مسؤول عن القنوات الفضائية، في قناة كده تحب تبدأ بيها كده وظيفتك الجديدة الحلوة دي وتقفلها؟ هو في 3 قنوات في تركيا أروح أقفلهم وأرجع. أروح أقفلهم كده. أيوة. واللي بيذيعوا لهم معلش عشان خاطري أنتوا يعني بلاش، خليكم حلوين كده عشان نبقى كلنا مع بعضينا ونحب بعضينا، وأقفل وأرجع. زمايلك الفنانين اللي راحوا القنوات دي تقول لهم ايه؟ والله انا ببص بتفرج وبزعل جوايا. بزعل قوي، بزعل قوي، لان مهما كان ده انت مش اهلك، عيلتك، ناسك يعني، لان ربنا يسهلهم. يعني لو واحد فيهم وقع في مصيبه هناك ما حدش هيقف جنبه، انما هنا في بلده بالظبط. وحصلت وحصل، انا سمعت حاجه كده بتاع حصل الفلوس. كوارث. طبعا. اترموا فين؟ اترموا في الشارع. يا ساتر يا رب. انا بعرف كده من بنطلوناتهم الضيقه. ده في واحد ايه العلاقه يا استاذ؟ في واحد لابس جاكيته ما غيرهاش. اللي عامل كده ومنفذ كده. ده واحد عامل حاجه شبهي كده. في واحد تاني بيطلع يشتم بشكل فظيع. غيرها، جاب واحده اضيق منها. يعني الزرار مش راضي يتقفل. انا قلت هيجي في يوم تاني بقى. هي نفس مقاس واحد، يعني اعتقد ان جابهم من هنا باب الايه؟ من الوكاله. الوكاله فيها ورجل. لو